أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إنكم مبعوثون بالمدينة ليقول إن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما
ما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا بقومه ما نراك إلا بشر مثلنا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم تعلمون بياته عذاب يخزيه ويحل عليه
كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومدى فقد بلغتكم ما أرسلت به
يوم القيامة. ألا بمعاد كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنين. بل ما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيمة، قالوا لا تخف إنا ضحكت. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء. من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا
والله